الله يعطيكم العافية. اليوم حبيت أفرجيكم تمارين البطن اللي أنا بعملها يوم بعد يوم، وما بتعدى بالمجموع أكثر من 200 تكرار كمجموع كامل. أول شيء الكرنشز، زي ما أنتوا شايفين بطلع بجزء العلوي فقط وبطل بنفخ الهواء وأنا طالع، وبعمل شد أو انقباض لعضلة البطن. ما بتحتاج أكثر من هذا الليفل للطلوع عشان ما تشغل أسفل الظهر. بعدين نيجي للريش أو الأوبليكس، نمشي مع اتجاه الياف العضلية الموضحة عندكم بالصورة. زي ما أنتوا شايفين دائما انفخ هواء وأنت طالع وشد على العضلة، ما بتحتاج أكثر من هيك. تيجي لهذا التمرين يعتبر متقدم شوي أدفانس، بستهدف عضلة كاملة، لأنه بهذا الشكل لما تطلع لفوق حتستهدف السفلي مع الوسط والعلوي كامل. نيجي وراها للسويدش بول، بنقدر نعمل نفس التمارين اللي قبل شوي على السويدش بول، راح تريح ظهرك أكثر وراح تعمل انقباض أكثر لعضلة البطن. زي ما أنتوا شايفين ما بتحتاج أكثر من هيك. أهم إشي ننهي في البلانك، يعتبر تمرين رئيسي جدا للكور كامل. بعد ما انهينا تمارين بدون وزن بنيجي على التمرين اللي بوزن. هون انتو شايفين هذا الشكل غلط، ليش؟ لاني عم بستخدم اسفل الظهر اكثر من عضلة البطن، فحبيت انبهكم هذا الشكل. هذا الشكل الثاني برضو غلط، لما تحط مش غلط بس ما راح يعطيك نفس الافشنسي او القوة، لانك انت عم تختصر حالك وزن لما تحط الكيبل ورا ركبتك. وهذا الشكل انت نهائيا ما عم بتشيل وزن، لو تعمله بتحس حالك حتى معدتك بطنك ما عم ببذل مجهود. الشكل الصحيح انك انت تمسك الكيبل اول شيء يعني بعد راسك بهذا الشكل، كيف الكرانشز وانت على الارض نفس اسلوب الكرانشز، بتطلع بتعمل انقباض للبطن وبتنفخ. هيك افضل طريقه لاداء هذا التمرين من غير ما تستهدف الا ورباك او اسفل الظهر ويألمك. مجرد ما صار يألمك اسفل الظهر اعرف انك انت مش عم بتمرن بطنك، انت عم بتمرن اسفل الظهر وهذا غلط.